مرحبا، نحن هيدبيس ديزاينرز ببلومد. بدنا نحكي اليوم عن كيف العروس بدها تنقي الهيدبيس تبعها نهار عرسها. اولا بنسألها عن كيف بدها تعمل شعراتها تيكون الهيدبيس مناسب مع تسريحة الشعر اللي بدها تعملها نهار عرسها. الفستان بيلعب دور كتير كبير بتنقية الهيدبيس. بيكون في مرات على الفساتين ماتيريال معين مثل بيرل شارفسكي أو ديفرنت ديتيلينج بيساعدونا كتير نستوحي منهم للفستان أو ستايل الفستان تنطلع to come up with headpieces and to custom made for the bride. من بعد ما ناخد كل الديتيلز من العروس، يعني الشعر والفستان والهول لوك about the wedding، نحن بنعمل لها كاستمايز بيس. الستايل تبع الفستان كتير مهم. It has to be in harmony with the headpiece. إذا الفستان بوهيميان لازم يكون الهيدبيس بوهيميان ستايل. إذا الفستان برينسس بنساعد العروس تكون a princess with her headpiece. مودة 2018 عم يتجرأوا يستعملوا ألوان جديدة gold, silver, pink, pastel colors. أكيد كل شيء يلبق مع الفستان. أكيد نحنا منساعدها تغير وتنقي المزبوط الهيدبيس يلبق على وجهها على كاركتيرها. أهم شيء ننصح عروسة هي تستوحي أفكار من الموضة تتنقي شيء بيلبق لها وتكون حالة فيها. Thank you.